فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إقامة المسابقات وأخذ الجوائز في الألعاب ككرة القدم، هل هذا جائز شرعا؟ الرياضة البدنية جائزة إذا لم يترتب عليها منكر من تضيع صلاة ولا كشف عورات، لأنها رياضة بدنية للتقوية مثل السباق مثل المصارعة لا بأس، لكن لا يؤخذ عليها شيء، لا يؤخذ الجوائز إلا على الثلاث التي جاءت في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم.